فبيحكوا مثلا ان هو كان بيشرب وكان بيروح اماكن مش حلوه وفجاه حصل له كبير فالدنيا اتغيرت. عايش في البعد قوي ويرجع لربنا فبيبان عليه النقله دي. الوقت طالع في جو كنيسه بابا وماما بتوع الكنيسه والخدمه ومؤمنين او غيره، بتلاقيه بيخطف من اخوه مش عارف، تلاقيه فجاه كده بيقول الفاظ مش كويسه لما يكبر شويه. يشرب واللي بيروح اماكن مش كويسه ده خاطي اكتر من الموجود في الكنيسه وعايش في الكنيسه. في ناس بره وناس جوه، ما ينفعش اقول في ناس في النص. انت ما اتغيرتيش لانه مش حاسه ان المفروض تتغير. لازم حدث كبير يحصل لي عشان اعرف ان انا اتغير. في ناس احيانا بتهرب من ربنا، بس في ناس احلى بكتير قوي بتهرب لربنا. ادعوك تعافى في قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر زي حضرتك يا عم. انا يا توتة ازاي؟ احنا لسه مخلصين اجتماع وموضوع فعلا يضايق، لان كل واحد بيطلع بيحكي قصه ان هو ازاي حياته اتغيرت وازاي في حدث كبير حصل في حياته. انا مبقاش عارفه امتى ده هيحصل. قصدك دلوقتي لما كنا في الاجتماع وحد حكى اختباره وانه اتغير؟ تمام. فبيحكوا مثلا ان هو كان بيشرب وكان بيروح اماكن مش حلوه وفجاه حصل اتغير. دروب كبير فالدنيا اتغيرت. فازاي انا اعرف ده عندي ان انا اتغيرت؟ انت ايه المشكله عندك؟ عايزه يبقى عندك الحدث ده ولا انت مش حاسه انك اتغيرتي ولا ايه القصه؟ الاثنين. نفسي ده يحصل وفي نفس الوقت عايزه اعرف انا فعلا اتغيرت. انا مؤمنه حقيقيه. ولا ده طيب واعرفه ازاي؟ حلو. قبل ما تكملي هقول لك فكره بس صغيره. احنا عندنا نوعين من الاختبار. في النوع اللي قلت عليه إن واحد يبقى عنده حاجة صعبة قوي وعايش في البعد قوي ويرجع لربنا فبيبان عليه النقلة دي، بيبطل اللي هو كان بيعمله. وفي حد تاني أعتقد ممكن تكوني من النوع ده، طول الوقت طالع في جو كنيسة، بابا وماما بتوع الكنيسة والخدمة ومؤمنين أو غيره، طول الوقت في مؤتمرات وفي جو كويس. مين في الاتنين دول خاطي؟ يعني مين اللي نبص عليه ونقول ده خاطي؟ اللي طالع في الكنيسة ولا اللي عايش في الشر والخطية؟ اللي عايش في الشر والخطية. واللي عايش في الكنيسة ليه بقى؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول لنا أنه إحنا مولودين بالخطية. علشان كده تلاقي الطفل الصغير لسه طالع وتلاقيه بيخطف من أخوه مش عارف إيه، وتلاقيه فجأة كده بيقول ألفاظ مش كويسة لما يكبر شوية، وتلاقي الغيرة طول الوقت جواه. فإحنا مولودين بالخطية. فاللي متربي في الكنيسة مولود بالخطية بس مؤدب، واللي متربي بعيد عن الكنيسة أو ما سمعش عن ربنا كتير او الظروف بتاعته كانت صعبه، هو حالته صعبه قوي بس خاطي برضه. يعني ده خاطي وده خاطي. الاثنين محتاجين الاختبار اللي بيقول بس برضه يعني. اكيد اللي بيشرب واللي بيروح اماكن مش كويسه ده خاطي اكتر من الموجود في الكنيسه وعايش في الكنيسه وبيسمع او بيصلي. في نظر الكتاب وفي نظر ربنا الاثنين خطاه. ليه؟ لانه طالما ما فيش علاقه بربنا هي نفس الفكره. فاكره فلك نوح؟ فلك نوح كان في ناس بره وناس جوه، ما ينفعش اقول في ناس في النص. عارفه اللي بره واقف عند الباب هو محكوم عليه بالدينونه وهيموت لانه بعيد عن ربنا برضه. طب واللي واقف بعيد قوي مش شايف الفلك هو خاطي برضه، لكن هو يا اما انا جوه يا اما انا بره. مفيش حاجه اسمها انا كويس، وبالعكس ده احيانا توبه اللي بعيد عن ربنا تبقى سهله لاني بكلمه على حاجه هو حاسس بيها، بقول له انت تعبان، انت بتعمل الخطيه، انت عايش في الشر. احيانا بتاع الكنيسه ما بيقبلش على نفسه الكلام ده، بيقول انا كويس ما بعملش حاجه. بس مش هقول برضو ان في حد توبته اصعب من حد، انا قصدي الاقتناع. يعني انت يا توته مثلا ممكن لو واحد جه قال لك انت خاطيه وعايزه تعرفي ربنا، انت تقول له ازاي بتقولي كده؟ انا ما اقبلش انك. طبعا انا عايشه حياتي كويس وما بغلطش وبابا وماما مربيني كويس قوي في الكنيسه، صح. بس اي انسان على وجه الارض محتاج لربنا، فلو ما فيش بدايه وما فيش علاقه حقيقيه مع ربنا يراجع نفسه. فمن قصتك هنقول فكرتين. كلامك ده ممكن يقول انك انت اتغيرت في يوم من الايام بس ما عندكيش تاريخ معين، صح؟ او انك انت ما اتغيرتيش لانه مش حاسه ان المفروض تتغير. يعني يا اما انت مؤمنه بس مش عارفه الميعاد، او مش مؤمنه لانه ما حصليش الحدث الكبير. حلو. حلو قوي. انا بحب دايما اخد الفرضيه الأسوأ. ليه؟ للضمان. يعني ممكن انا اضحك عليك واقول لك لا انت اكيد مؤمنه، ما انت في الكنيسه بقى.
بس ممكن ما تكونيش مؤمنة. لا، خلينا ناخد الفرضية الأسوأ، وده بقوله لأي حد لسه متردد وشاك. لو أنت شاكة بنسبة 1% إنك مؤمنة وعندك معاد للتغيير وإن ربنا قبل توبتك، مفيش أي مانع إني أتوب دلوقتي عشان يبقى النهاردة هو المعاد بتاعي. أعرف إمتى برضه إن أنا يعني ده حصل؟ اعتبر إنه ما حصلش، كويس؟ ممكن يكون حصل. يعني لو أنت توبتي من 10 سنين وجيت النهاردة قلت له يا رب معلش أنا محتارة، فأنا عايز أكد توبتي النهاردة، هل ربنا هيقول لك لا معلش أنت كان في معاد زمان وخلصناه أنا مش هقبلك؟ لا. بس لو العكس هو اللي فيه مشكلة، لو ما حصلش توبة حقيقية زمان وأنت النهاردة قلت لا أنا احتمال أكون مؤمنة أنا مش هصلي ولا توب، ممكن تبقى خسرت القصة كلها. فأنا بقول لك وبقول لأي حد زيك، للضمان لو أنت محتار 1% ينفع النهاردة تقول معادي النهاردة، فأنا النهاردة تاريخ كذا كذا هو ده معادي التوبة بتاعتي، فيبقى ليكي قصة جميلة بعد كده لما تسمعي حد بيحكي اختباره تقولي وأنا كمان كان يوم كذا كذا بعد المؤتمر ما خلص وقعدت أتكلم مع باسم شوية وبعدين صلينا مع بعض فده كان يوم التوبة بتاعه التغيير. يجي بعد كده الشيطان يشككك أو أنت تفكري خلاص لا في معاد وتوبت من قلبي، بس المهم أنه أعلن توبة حقيقية مش مجرد بجرب ربنا، يعني مش لازم حدث كبير يحصل لي عشان أعرف أن أنا أتغير. خالص خالص، القصة كلها تغيير في القلب، فعلشان كده مش مطلوب ان كل الناس يبقى باين عليها النقلة، لكن كل اللي هيحصل انك انت هتحسي بالنقلة دي جواكي وهتحسي انه في تغيير حقيقي حصل لما عرفت ربنا وتقابلتي. نويتي؟ نويت، فهمت. امين. ربنا يبارك. يا جماعة نفهم زمن لك كتير فيه الكلام، يا جماعة نفهم المهم والأهم. في ناس احيانا بتهرب من ربنا، بس في ناس أحلى بكتير أو بتهرب لربنا. ترنيمة اللي جاي المرنم من النوع التاني اللي قرر أنه يهرب لربنا، يهرب لربنا من كل جهل وشهوات ومخاوف وتردد وحيرة، وقال له سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، ساعتها يا رب معاك لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. تعالوا نقول الكلمات دي مع بعض. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي، أدعوك تعال ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك، إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك، القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى، وأراك الحب أراك الفرحة والزاد، النفس تهيم بك شوقا أنت مناها، وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك، إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. يا جماعة نفهم زمن لك كتير فيه الكلام، يا جماعة نفهم المهم.